السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بنا الجداد اللي التحقوا بالقناة. إذا خوتي، الناس اللي طلبوا مني الشركة ديال جي ار اس ماروك، شركة معروفة، شركة اختصاص ديالها أمن الخاص والأمن ديال الشركات، شركة مختصة تخدم لي زاجون سيكيوريتي ذكور وإناث. إذا هذا الموقع الإخوان ديال الشركة تيخدموا في مختلف كما كتلاحظوا هنا موروكومول، كيخدموا كاين فرع ديالهم في مدينة الدار البيضاء، كاين في مراكش وكاين في طنجة. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا الشركة فالمواقع ديالها اللي غنشوفهم الآن لي زادريس، وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوهاش فهذا الموقع ديال الشركة غنشوفوا لي زادريس بالضبط اللي بغا يمشي بوسيري. بالنسبة للاستمارة، طلبتوا مني الاستمارة الإخوان، فهاد الشركة راه ما دايرش استمارة، كتمشي مباشره للبيرو، دي معك السي في وكتطلع للبيرو، كتمشي لعند الاراش وكتعطيه السي في ديالك، و الى تقبلتي راه كدير فورماسيون وكتخدم معاهم مباشره. اذا راه شادين موركومول يعني في كازابلانكا، وشادين بزاف ديال لي سيت. اذا غادي نهبطوا شويه لتحت الاخوان، نشوفوا لي زادريس ديال الشركه ديال جي ار اس ماروك. بالنسبه للدار البيضاء، كاينه في ريزيدونس رياض جاردن، ايموبل 2 ابارتمون 14 3 ايطاج في زوبير، سيدي معروف. اذا رقم الهاتف اللي هو هذا، والادريس اللي هي ديال الاخوان اللي بغى يمشي بوسيري مباشره، ونتمنى لكم التوفيق. بالنسبه لمراكش الاخوان، اللي الادريس اللي هي هذه بروبريتي جوهره 41 افيني علال الفاسي، بيرو رقم 26 4 ايطاج، مدينه مراكش. رقم الهاتف اللي هو كيبان لكم في الاسفل. بالنسبه لاكادير، لادريس كاينه في زنقه سوق الحد نيميرو 25، لوتيسمون القصبه البطوار في اكادير. اذا اللي بغى يبوسيلي هذه هي لادريس الاخوان ديال مدينه اكادير. اذا بالنسبه للبيرو اللي كيبان لينا هنا، البيرو ديال كندا، كنتمنى الله يسهل عليكم وتمشيو تخدموا في كندا احسن من المغرب، الله يسهل على الجميع. فبنادم يخدم و يتوظف فاش ما كان، يديباني فاش ما كان، لان راه كنعرفوا الاخوان كاملين بان الخدمه ديال اجونت سيكوريتي راه ما ساهلاش، فيها شويه ديال التماره، يعني كتخدم تقريبا واحد المده ديال 12 ساعه، كاين اللي كيخدم اكثر من 12 ساعه، والسالير ضعيف، واحد النسبه اللي يعني قليله، يعني واحد السالير اللي هو ضعيف بزاف. لكن الواحد يدي باني فاش ما كان، وفي نفس الوقت يقلب، يعني خدمتي اجونت سيكوريتي ما عجبتكش هذا، ما عجبكش هذا الدومين، يمكن لك انك تخدم وما تجلس، وفي نفس الوقت انك تقلب، يعني كيقول لك ما تطلق حتى تلقى، يعني كدي باني في واحد لي بوست، وفي نفس الوقت كتبوستي لشركات اخرى، يعني ما طريهاش. وبالنسبه للبيرو ديال كندا، فكنتمنى الله يسهل عليكم تمشيو تخدموا في كندا. غادي نحط لكم بالمناسبه كاين اعلانات في كندا اللي غنحطهم لكم ان شاء الله، كاين شركات وكاين ديزادريس ايميل اللي غنبارطاجيهم معكم، وغنوريكم طريقه ديال كيفاش انك تسجل في لونتري اكسبريس، كتسمى لونتري اكسبريس، من الموقع ديال كندا اللي بغى يمشي قانوني. هاد لونتري اكسبريس فيها بزاف، يعني شرح طويل، غندير عليه ان شاء الله فيديو، يعني ماشي شركه، ماشي انا كتبوستي لي، ف يعني كيكون الدفع ديال الوثائق ديالك ما بينك وما بين القنصليه ديال كندا. هاد لونتري اكسبريس، يعني الا عرفتي انك كيفاش تجمع ورقك، بزاف ديال الناس اللي سولوني على لونتري اكسبريس، كتجمع ورقات ديالك، كتخلص واحد النسبه قليله ديال الفلوس غير بالنسبه للوراق اللي غادي تصايب، وبالنسبه الى تقبل الدوسي ديالك كتخلص تقريبا واحد النسبه قليله، يعني ماشي بزاف، شي تقريبا شي يعني المجموع كامل كيجيك واحد تقريبا شي 4000 ولا 3000 درهم، ما كاملاش كاع 4000، 3000 درهم كنظن. دونك غادي نشرح لكم هادشي كامل ان شاء الله في فيديو قادم بالنسبه لونتخي اكسبريس اللي بغا يمشي لكندا، وايضا غيكونوا فيديوهات بالنسبه اللي بغا يمشي يخدم في كندا، غنعطيكم شركات اللي كيصايبوا عقود عمل. اذا خوتي تبارك الله عليكم، ما تنساوش خوتي تبارطاجيو الفيديو، ديروا لايك وشاركوا في قناتي اذا مازال ما اشتركتوش. نتلاقاو ان شاء الله في اعلانات جداد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.